طبعا كلنا عارفين النهارده. هنشوف الاول هجمه دي خطيره، دي خطيره، دي خطيره، دي خطيره دي، يا لكن يا سلام، 2 على 2 كانت في منتهى الخطوره، كانت في منتهى الخطوره، لمسه على وسط الملعب وصفاره، وشكله بيحط ايده في جيبه، شكله بيحط ايده في جيبه. وادي اول انذار في المباراه، اول انذار في المباراه لزكريا الوردي، اول انذار في المباراه لزكريا الوردي. دخل كده بقوه شويه زكريا الوردي، الوافد الجديد دخل بتاكلنج قوي جدا مع حمدي فتحي.